ندى رح تجي زحف له ورح تترجينا حتى سامحها، بس أنا ما رح سامحها. مش حابة تشوفيها كيف صارت لما كبرت؟ وانت على أي أساس جاي تتهميني إني أنا خطفت ابنك؟ على أساس إنه ما في حدا غيرك له مصلحة بهالشي. مصلحة؟ وأنا مصلحتي شو؟ ما بعرف، تقهرني، تضغط علي، ترجع فل، ترجع اختفي. وبركة حدا بده ينتقم منه وعارف العلاقة بيناتكم؟ شو قصدك؟ ما بعرف. بروح نبشوا على حدا بده يأذيكم، أنا بخصني. أنا ما عندي أعداء بالحياة، بعدين ما في حدا أبداً معترض على علاقتي بندى، لا من عائلتي ولا من معارفي. ما كتير بيهمني أعرف شي عنك. ولا أنا بيهمني وقف قدامك وتشير أنا وياك. بأذن فل. فل. لك يا هادي. نحن رح نفل. بس إذا بعرف إنه لك علاقة بخطف الصبي، حسابك بيكون معي. ايش تهددني بقى؟ هادي. أنت وين كنت؟ خطي مسكر كل الوقت، انشغل بالي أنا. خير صاير شي؟ اختفى ابني. سامر؟ شو يعني مختفي؟ يعني مش مبين، يعني مش معروف وينه. من الصباح عم نفتش عليه وعلى نيبال مش عم نلاقيهم. هادي عم بيقول انه مش هو اللي خاطفه. انت منين بتعرفي لسامر؟ انا اخذته، رحت لعنده واخذته. رحنا عند سامر. وامتى صار هالشي كله؟ وقتها كنت عند أهلي. وليش أنا ما معي خبر؟ ليش أنا كنت مفكر إنك ما التقيتي فيها إلا عنا بالفيلا؟ ليش ما خبرتيني؟ لأنه كنت ناطرتك أنت تخبرني هادي. كنت ناطرتك تقلي إنها أختك. أختي؟ إيه هادي أختك. أختك اللي كان كتير صعب عليك تخبرني مين هي. تركتني أزعل وابكي وانقهر وقعد حلل بيني وبين حالي من هي وشو علاقتك فيها. انا كنت عم جرب احميك. لا ما كنت عم تجرب تحميني، كنت عم تاذيني لانه كنت مخبي علي الحقيقه. وكون اكيد لو ما ندى تجي تخبرني انا وياك كنا وصلنا للطلاق. بس انا كنت ناوي خبرك، كنت ناوي خبرك اليوم تحديدا لو ما اجيك على التليفون الزفت. حبيبي حبيبي انت كل الوقت كنت عارف الحقيقه وساكته. قلت لك ليش كنت ساكته؟ كنت ناطرتك انت تخبرني الحقيقه وتوثق فيها وتخبرني انه ندى اختك. انتوا اثنين خنتوني. ايه خنتوني، اتفقتوا من ورا ظهري. حلو كثير. اوكي هادي ندى ما غلطت، انا مطرحك كنت عملت ذات الشيء. ندى خبرتني لانه خافت عليك، خافت انه بيتنا يخترب. ما كان يخترب بيتنا. بلا كان رح يخترب بيتنا، لأنه أنا لو بعدين فكرت عشيقتك أو مرتك السابقة ما كنت رح أرضى أرجع لك. ندى خلينا نمشي. ابني ندى روحي حبيبي مع وائل، روحي. كنت رح ترجع على البيت لأنك عرفت الحقيقة من ندى، مش لأنك وثقتي فيي ولا لأنك طلعت حبلي. تخليك وين كنت من الصبح لهلا؟ كنت عم بتمشى على البحر. صراحة هادي كنت عم فكر بكل شيء، بكل شيء مرقنا فيه، بكل علاقتنا اللي قطعت من أول ما تعرفنا على بعض لليوم. وبتعرف شو لاحظت؟ الأيام الحلوة والأيام اللي كنا مبسوطين فيها بينعدوا على الأصابع.
إن شاء الله فكرك إذا قضينا شهر عسل بكامله وبرمنا البلاد كلها سوا ممكن يعودونا عن الشيء اللي كنا عم نعيشه هلأ. مش ممكن يعودونا عن المشاكل اللي عم نعيشها. بس أنا سمحتك لأنك خبيت علي إنك حبلي. أنا ما فيك تقلي سمحتك وأنت السبب بأنه أنا خبيت عليك. أنا كان عندي ظروف أقوى مني خلتني ما أقلك الحقيقة. شو هي الظروف هذه؟ أنه أختك حبلت من دون زواج؟ ما بكفي هالشي؟ طب خبرك الحقيقة؟